السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة القصة بتاعتنا من برضو مجموعة ليس كمثل الله شيء، والقصة اسمها مختلف ومتشابه. ولو أول مرة تعرفوني أنا اسمي أميرة. لو الفيديو عجبكم ادعموني بلايك وشير. أنا موزع لأنواع كتب كتيرة جدا، وكمان مجموعات من القصص التعليمية للأطفال وقصص القرآن للأطفال. النهاردة قصة مختلف ومتشابه. كان في ولد اسمه مازن، ووالده راجع من الشغل، واحضر باباه قصيص زرع كبير، وكان فيها في ايده كمان بذور صغيرة، وقال لمازن: هيا يا مازن، هذا يوم الزراعة. غرز مازن البذور في التراب، والمياء سقاها، ثم قال: والان ماذا سيحدث؟ انتظر مازن ايام وايام وهو يسقي البذور. يوما بعد يوم لاحظ مازن ان الارض بتتشقق، وبدأت براعم الزرع تخرج، وهذا شيء عجيب. خرجت نباتات خضراء من التراب الأسود، كان كل يوم بتكبر النبتة عن اليوم اللي قبله، ومازن كان بيراقبها كل يوم في فرح. كبرت النبتة أكبر وأكبر، وصارت بطول مازن، وخرجت منها ثمار، هذه ثمرة طماطم حمراء، وهذه ثمرة فلفل خضراء. تعجب مازن جدا، وقال: كيف نمت في الأرض نفسها، وسقيناها من الماء نفسه، وكل نبتة بتخرج ثمرة لها شكل ولون وطعم مختلف. الطماطم حلوة، ولكن الفلفل حار، كيف هذا يا بابا؟ ضحك بابا مازن في تعجب وقال: الله رعاها حتى نمت وأثمرت. فتح مازن عينيه عن آخرهما قائلا: واو، إن الله بارع جدا. ضحك بابا وقال: نقول إن الله مقتدر حكيم.